الحالة هناك صعب، المشاكل بالحرب. لما وصلنا هنا برضو بقى في مشاكل، جرينا تاني يعني ما عارفين وزاد ونفهم شنو، زي المويه ما في وزقعب ويالا يعني وجعانين، والمويه ما في، زي المطر جايه يعني مشمه ما في، يعني كلنا تعبانين ما عارفين وزاد ونينا المشكله حقنا ده يحل كيف. Even before this crisis, 70% of the population needed humanitarian assistance. And at the moment, WFP can't meet their needs. We're going to struggle to meet any increased needs.